اليوم في مدينة عمودة نسقت حركة المجتمع الديمقراطي تبدأ واتحاد ستار وأيضا بانضمام جميع مؤسسات هذه المدينة ومنها المدرسين ومعلمين وطلاب هذه المدينة تنديد واستنكار الهجمات الدولة التركية الفاشية على مدينة عفرين. فمقاومة عفرين تمضي عليها 60 يوما، أكثر من 60 يوما، انتهت المرحلة الأولى من مقاومة عفرين وبدأت مرحلة جديدة من المقاومة.